بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الأنواب كلها أمين. إنجيل الراعي الصالح بنسمعه كتير في القداسات، وده كل ما تيجي في السنكسار سيرة راعي صالح نسمع وكأن ربنا عايز يقول لنا حاجة مهمة أوي. أنا بس عايز أتأمل في آية واحدة، ودي اللي شدتني النهاردة واستوقفتني. قول كده: الحق الحق أقول لكم إني أنا هو باب الخرف. كلمة باب الخرف هنا بتديني حاجتين: أول حاجة تحذير، ثالث حاجة تاني حاجة طمأنينة. تحذير وطمأنينة، طب ليه يعني الاتنين شمان عكس بعضهم؟ لو كنا في أيام العهد اليهودي زمان نفهم يعني ايه راعي ويعني ايه كلمة باب. لو شفتوا زمان المراعي بتاعت اليهود هي عبارة عن زي ارض واسعة وعليها سور اللي هو بيبقى نص كده مش عالي وفي باب في النص. فالراعي عشان يحافظ على الرعية بتاعته كان ينام على الباب اللي هو، لان ما فيش بوابات، ما كانش فيه مفصلات زمان، فكان حتة مفتوحة بيخرج منها الخرفان ويخش. فكان المسيح أو الراعي كان يبات طول الليل على البوابة دي، وهي دي الفكرة المسيح كان عايز يوصلها لنا. أنا راعي الخراف، أنا اللي سهران عليك، أنا اللي بخلي بالي منك طول الليل. فدي تخلي الخروف وهو قاعد جوه بيت الراعي يبقى دايما ايه؟ مطمن ومش قلقان من حاجة. ليه؟ لا يخش عليه سارق ولا يدخل عليه لص، والاتنين ليهم معاني، كل حاجة ليها معنى. وقال سارق ولص. سارق اللي هو بيخش يسرقك، يعني ممكن يروح موقفك ويروح واخدك كده. اما اللص لو يتلصص يعني وانت مش واخد بالك ممكن يسرقك. فدي أول حاجة تطمننا إن المسيح هو باب الخراف اللي من خلي باله مني وسهران عليا. طب إيه اللي يقلقني وإيه اللي يخوفني؟ طول ما أنت متأكد إن المسيح هو رعيك فهو سهران عليك، يبقى ما تقلقش بقى، خليك دايما إيه؟ مطمن. أما التحذير، لأن أنت ما تعرفش تخش الحظيرة ولا تخرج إلا بيه، بيه هو، تعدي عليه هو، لأنه هو اللي يقدر يدخلك وهو اللي يقدر يخرجك. طب أنت علاقتك بيه إيه بقى؟ لو علاقتك بيه حلوة خلاص اطمن، علاقتك بيه وحشة وأنت أصلا سارق ما تكونش أصلا مرعي. ما أنا ممكن أكون جوه الحظيرة بس مش خروف، أبقى ذئب، فهو اللي ممكن ياخدك كده من مؤاخذة من قفاك ويروح مطلعك إيه بره. وإحنا خلي بالكوا إحنا في كتير قوي في وسطينا ذئاب، لينا شكل الحملان لكن من جوه إيه ذئاب، ودي تخوفني. خلي بالك إن أنت ممكن تكون جوه الحظيرة بس مش خروف. فالراعي زي ما هو بيحرس اخواتك هيحرسهم منك، بس انت في الاخر اخرك فين؟ بره. وده اللي دايما يقول لك ايه لما يجي يقول لك يا رب يا رب ده احنا اكلنا في بيتك وشربنا، لك ابعدوا عني اني لا ايه لا اعرفكم. وده اللي يخوف. عشان كده النهارده كلمه باب الخراف تديني حاجتين: تطمني لو أنا قاعد مطمن جوه بيت أبويا ومرتاح ومآمن ومصدق أنه هو محافظ عليا، والتاني تحذرني لألا أكون أنا نفسي سارق وأكون أنا بتعب إخواتي، ممكن أنا اللي بضيعهم. على فكرة ما تفتكروش أن احنا بعاد عن الفكرة، احنا في ساعات ممكن يكون احنا كآباء في الأسرة الواحدة أنا بكره عيالي في الدنيا، أو أكون أنا أم وأكون برضو مكرهة عيالي في الدنيا، وأنا اللي أكون
بقى سارق فرحتهم وسارق سلامهم وسارق علاقتهم مع الله. ويا ما بنشوف صدقوني. عشان كده خلي بالك تحذير، الله هو باب الخراف، هيحافظ عليهم، حافظ عليهم، يحافظ عليك ويحافظ عليهم منك. ربنا يحافظ علينا كلنا، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وأبد كل آمين.